مرحبا مرحبا بالسي مراد. مول الكمامة بعد أول خدمة. مول الكمامة هو واحد الشخص متزوج ولو أبناء خريج المعهد العالي للتمثيل المسرحي، موظف سابق، صاحب مطبعة، رجل مسالم يحب الخير للكل، وطني غير على الوطن ديالو، حتى النخاع خلاوها خوتنا اللي على بالك. هذا هو مول الكمامة. كيفاش حتى دخلتي لعالم اليوتيوب؟ عالم اليوتيوب والله دخلته بالصدفة. عالم اليوتيوب كنت في يوم من الأيام بحالي بحال جميع الناس كنتصفح، حتى كنلقى واحد القناة اللي هي قناة تحفة الشو كتسب في واحد المرأة اللي هي سميرة الدودي، واحد الكلام ساقط لواحد المستوى ما تصورش، بلا ما نشعر غيرة على المرأة المغربية، غيرة على المرأة المغربية فعلت، قررت أنني ندير قناة ونجاوب تحفة، وفعلا درت قناة وبديت تنجاوبه، مع أنني لا أعرف شيئا لا على دنيا بطمة ولا على تحفة ولا على المديمي ولا على القنوات ولا شيئا في هذا اليوتيوب بصفة عامة. فكلما خرج كنت تنخرج كنجاوبه، فيما تيخرج كنخرج. هذا هو السبب ديال الدخول ديالي لعالم السوشيال ميديا او اليوتيوب ان صح القول. شنو كان وقع من بعد؟ فعلا مشات الامور غادا مزيان، كنت ادافع عن المراه المغربيه بصفه عامه بما فيهم دنيا باطمه، سميره الداودي ومجموعه ديال النساء. كنت كلما كيخرج انه كيضرب في النساء كنت نخرج انا نرد عليه، رغم انني قلت لك لا اعرف خبايا الملفات اللي كاينه في السوشيال ميديا ولا شنو واقع. بقدره قادر بديت تنكتشف على انني في الطريق الخطا، طريق الخطا بهذا المفهوم هذا، ما غنقولش على ان، ولكن كانت هناك، كنت نحس كاينه مؤامرات، كاين شي حوايج اللي كدور قدام عيني ولا اللي كدوز عندي كنحس بها ماشي نورمال. وانا من طبيعي انني ما كنعرفش، انا ولفت الجينيش الانسان، ما كنعرفش ندير مؤامره ولا ندير خبث او شيء من هذا القبيل. انطفت طبعا، وقع لي واحد الانتفاض، كان عندي خلاف مع تحفه، انطفت رغم الخلاف ديال تحفه وجيت للوسط، جيت ما بين البنات. وكان دائما الاخ عبد المجيد بن حسين تيقول لي ودي ما خصكش تبقى الوسط، اما تكون من هذا الجانب او لا من هذا الجانب. ما كنتش كنفهم القصد ديالو شنو بغى يوصل ليا. بقيت في الوسط دائما ادعو الى الصلح وادعو الى 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 توحيد الاخوان ما بيناتهم، لان انا كنبقاو دائما مغاربه. فجاه لقيت راسي مديمي او ادافع عن القضيه المدينيه ان صح القول. كيفاش؟ جيت واحد النهار بحالي بحال يا ايها الناس لمحكمه الاستئناف ديال القنيطره، وكان ديك الساعه المحاكمه ديال تحليل الحادث. جلست فعلا قهوه بوحدي الى اخره، كان دير لايف وكندوي على الحدث ديال تحليل ديال الاخ ابراهيم تحليل الحدث. وفجاه حتى كنلقى المديمين تجمعوا عليا، لقيت المديمين تيرحبوا بيا تيسلموا عليا، لقيت حسيت بواحد اش غنقول لك، واحد التعاطف، واحد الاخاء، واحد الحب، واحد التضامن اللي اثر فيا لدرجه انني بكيت، لدرجه انني بكيت من حيث اشعر او لا اشعر. فلقيت راسي انني واحد منهم، لان احنا المغاربه دائما نتضامن مع من اجل الفقر، من اجل الضعف، من اجل الحقره، من اجل الظلم، من اجل بزاف الحوايج. فلقيت راسي انني واحد متضامن مع ناس او مع انسان مظلوم. هذه هي البدايه اللي كانت ديالي تقريبا. دابا فين وصلت علاقتك بتحفه؟ العلاقه بتحفه علاقه اخويه، كاينه صداقه، كاينه مكالمات هاتفيه، كاين تواصل، لا معاه ولا مع مجموعه ديال الاخوان المديمين. ولكن الجميل واقولها والله شاهد على ما اقول، هو انه ما كاينش داك التحريض ولا ديك المؤامرات ولا بحال اللي كنت كنعيش في الجهه الاخرى.
ما كاينش. يعني كاين بنادم تيخرج تيخرج تلقائي، كتهضر تلقائي، كتصنت كتسمع لواحد الانسان اللي خارج كيتكلم كتحس به كيتكلم من الداخل ديالو بحرقه بغيره، ماشي بحال ملي كتحس بواحد تيخرج كيهضر كيهضر بمؤامره او مشحون ان صح القول. باقي شي سؤال سي مراد؟ غتستمر في هذا العالم ديال اليوتيوب ولا فقط ملي غتسالي القضيه ديال الماديمي غتكون النهايه ديال القناه والكمال؟ لا انا غادي نجاوبك السي مراد، غنقول لك انا حاليا انا لا محتوى لي، اكون معك صادق، انا لحد الساعه لا محتوى لي، انا متضامن كاي المتضامنين مع القضيه الماديميه، كاي متضامن مع المراه المغربيه بما فيهم السيده زينب الله يطول عمرها من المنبر. لا اقول لك انني ساستمر او لا استمر، حينما اجد نفسي بين هؤلاء يمكن تكون نقله نوعيه ويمكن تكون غبره نوعيه ان صح القول، لأن لا لا, لا لا أعلم ما ستأتي به الأقدار، هل سأكون أو لا أكون، لأن الأيام هي التي تثبت لك أو إن صح القول. حنا ولاد اللحظة، هل أنا كنت منتظر أنني غنجي ندير معك هذا اللقاء ولكن جابته الصدفة؟ لهذا أترك الأيام، كنخلي الأمور دائما تمشي للصدفة، أش غادا تخلق؟ ولكن هذا لا يغير من المبدأ ديالي من القناعات ديالي. مادام اننا كنتشوفوا على القنوات اصحاب القنوات، شنو رايك في اصحاب القنوات اللي كيضربوا التوابيت المغربيه؟ ماذا اقول لك اخي في هذا اليوم التعيس ان صح القول، ما دمت انك تحدثت على هاد الناس هادو، ف والله يحز في نفسي نشوف واحد المواطن مغربي كيضرب في التوابيت، كيضرب في سيدنا ويضرب في العائله العلويه ويضرب في المواطنين المغاربه، كيضرني خاطري. علاش؟ لان هاد الناس فين ترباو؟ ترباو بين احضان هذا الوطن، ولكن طمع اعمى عينيهم. فهناك من كيخرج تيقول لك بغيت 5 مليار باش حكا ندير واحد لاصال وغنسميه محمد السادس، فهذا في حد ذاته واش هاد السيد عنده قناعه ولا عنده مبدا كيدوي على مبدا ولا، يعني ما كايناش قناعه وما كاينش مبدا، كاين ابتزاز كاين فلوس، يعني الهدف ديالو مادي بالدرجه الاولى. نرجعوا لهاد حاجيب اللي هو حاليا كيشكل واحد علامه استفهام ان صح القول. فالتاريخ لا يرحم السي مراد، التاريخ باين وواضح، ولا زلت اذكر على انه في يوم من الايام كان فوق السور ديال السجن الوقيته اللي كانت وقعت الثوره في السجن ديال مدينه سلا اللي هو الزاكي، كان فوق السور وتيقرا وتيقول على انه يريد تعويض لجبر الضرر، تعويض لجبر، يعني بمعنى انه كاين هناك اهداف ماديه. من انت اللي كتطلب تعويض على جبر الضرر؟ انت ارهابي، انت ارهابي، انت مشيتي كتخرب او تحارب واحد في واحد العالم اللي ما حتى واحد ما عرفه، ولكن في الاخر التاريخ اكتشف انك لم تكن محاربا، كنت مجاهدا، وجهادك كان جهادا نكاحيا، اسمح لي هذا اللفظ هذا، بمعنى انك كنت تنظم واحد الجلسات لواحد المجاهدين اللي كانوا كيمشيو خلاوها بعض الناس كيضربوا قرطاسات ويجيو تلبس لهم انت القفطان وتشطح لهم بالليل او توجد لهم المجاهدات للنكاح. هل هذه رجوله؟ هل هذا جهادا؟ هل انت تعتبر واش هذا الانسان كيعتبر نفسه فعلا انه معتقل سياسي؟ انا اعتبره معتقلا نكحاوي ان صح القول، اسمحوا لي على هذا اللفظ هذا، مع احترامي للاخ بين قوسين. هاد الانسان وقتاش تعتقل على تعتقل على الارهاب؟ ما تعتقلش كسياسي، لقاها مترعه، لقاها مترعه ودار ما بغى. والمشكل الضخم انه الخرجات ديالو، الخرجات ديالو كلها ملي كتشوفو كتحس بانه بالداخل ديالو واحد الحقد دفين، واحد الحقد دفين كيدوي به، وخاصة المشكل الضخم هو انه ملي كيخرج وكيجي واحد الناس اللي تابعينه ولا اللي في التعليقات ديالو اللي كيعتبروا نفسهم على انهم وطنيين ويحرضونها
الإخوة الوطنيين اللي داخل الوطن الذين يدافع أو نقدر نقول لك ينتقدون هذا الوطن. لأن فرق ما بين تنتقد وما بين تضرب أو تهاجم. لسانتك هؤلاء اش غنقول لك يا أخي؟ والله ماذا أقول لك؟ أقول لهم على أن الوطن غفور رحيم ويبسط لهم قلبه موائدا وأطباقا، تراجعوا عن غيكم. وما دام الوطن غفور رحيم، أتمنى من هذا المنبر ديالكم اللي هو منبر ألوانكم، نقدر نقول لهم الله يهديكم. ولا دائما احنا المغاربة تنقولوا شعارنا الله الوطن الملك، ودائما تحت الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصره ويطول لنا عمره. والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى.